أرحب بكل الضيوف وأرحب برجال الإعلام وأرحب برئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السيد ميشيل بلاتيني. واليوم أنتم تحضرون قرعة نهاية ملحق اليورو ل 2012. أنا أرحب بكم جميعا. هناك سببين لتواجدنا في كراكوف، لأن هذه المدينة كانت حجر أساس في تنظيم نهائيات اليورو المشترك بين بولونيا وأوكرانيا، وأردنا أن تتم القرعة في أحد البلدان المنظمة لنهائيات اليورو. أيضا السبب الثاني هو أردنا أن نحمي الأسس الهامة للعبة كرة القدم. إذن السبب الثاني الذي سبق وأن أشرت إليه وعملية التصنيف المستوى الأول والمستوى الثاني جاءت بعد نقاشات على مستوى وزراء الرياضة الأوروبيين. ولكن أريد أن أقول أن بداية الترشح لنهائيات اليورو بدأت منذ أشهر، ورأينا أن آخر المباريات أو آخر مباريات كانت يوم الثلاثاء. أنتم تعرفون وأن الفرق التي ترشحت أو التي تصدرت مجموعتها ترشحت كفرق أولى، وأيضا أريد أن أهنئ بولونيا وأوكرانيا لأنهما يترشحان بعملية أوتوماتيكية لأنهما ينظمان اليورو. إذن اليوم سنرى أن الفرق التي ترشحت وتصدرت المجموعات هي ألمانيا، روسيا، إيطاليا، وفرنسا، هولندا، اليونان، إنجلترا، وطبعا الدنمارك وإسبانيا. إذن وقع إذن اختيار الفريق الذي حصل على أعلى أو أحسن نقاط من الفرق التي احتلت المرتبة الثانية. هذا يعني أن الآن لدينا 12 فريقا. اليوم نحتاج لمعرفة الأربع فرق التي ستذهب مع 12 فريق إلى نهائيات اليورو. هذه الفرق هي إيرلندا، كرواتيا، البرتغال، جمهورية تشيك، إستونيا، بوسنيا والمونتينيغرو أو الجبل الأسود.
إذن سيداتي وسادتي، بعد هذا العرض المذهل الذي تعرفنا فيه على 10 الفرق المترشحة والثمانية الفرق التي ستخوض الملحقة، نذهب الآن إلى الفرق التي سوف تخوض مرحلة الملحق، وأريد أن أرحب هنا بالنجم السابق بونياك، النجم البولوني السابق بونياك. إذا بونياك مرحبا بك في القرعة، هل أنت جاهز أو بلدك جاهزة لاستضافة اليورو؟ Devo dire che il popolo polacco e il popolo ucraino siamo pronti per ricevervi, per dimostrarvi la vostra disponibilità, per il nostro cuore e calore che vi dimostreremo. Però adesso ci abbiamo un problema. Ci abbiamo ancora 4 posti e 8 team. Yes, yes. Well, with my Polish knowledge I can translate. أريد أن أترجم لكم ما قاله بونياك. يريد أن يقول أن بولونيا وأوكرانيا جاهزتان لاستضافة اليورو، ولكن يقول أيضا أو يقر بمواجهة بعض الصعوبات، ويقول الآن علينا أن نختار الثماني فرق. طبعا نحن نعرف الثماني فرق، ولكن سنتعرف من سيقابل من المستوى الأول والمستوى الثاني، ولكن قبل ذلك أريد أن أشرح القوانين المتبعة في نظام الملحق. مثلما تعرفون ستكون هناك سيكون هناك مستوى أول ومستوى ثاني. إذا انتهت مباراة الذهاب والإياب بالتعادل فإننا نتجه إلى ضربات الجزاء. أريد أيضا أن أقول أن تصنيفنا للفرق في المستوى الأول والثاني يتم على أساس النقاط المكتسبة من مشاركات الفرق على المستوى الأوروبي، وهو ما يسمى بنظام الكوفيشنت في نظام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. إذن الفرق في المستوى الأول هي إيرلندا، طبعا كرواتيا، البرتغال، وجمهورية التشيك. إذن الفرق التي توجد في المستوى الأول وضعت كلها في طبعا في المستوى الأول، وسيقع الآن سحب الفرق لكي نتعرف من مثل ما قلت سيقابل من. ستتم العملية بعد خلط الكرات بطريقة نزيهة وموضوعية. إذن أردنا أن تتم العملية بكل شفافية، وأردنا أن نوزع الفرق على مستويين على حسب عملية النقاط المكتسبة. أنا جاهز لعملية السحب. إذن نبدأ بالفرق التي هي في المستوى الثاني، وطبعا هذا يتم على أساس النقاط التي جمعها المنتخب في مشاركاته. أولا نضع الكرات كرات الفرق أو المنتخبات في المستوى الثاني في وعاء، وفرق المنتخبات المستوى الأول في وعاء. إذن نخلط الكرات ونبدأ بسحب كرة من المستوى الأول وكرة من المستوى الثاني. And now let's see which is the first team. إذن لنرى من هو الفريق الأول. The first team is تركيا. الفريق الأول هو المنتخب التركي أو المنتخب الأول هو المنتخب التركي. إذن تركيا تلعب مباراة الذهاب في تركيا. ولا ننسى أيضا أن تركيا أبلت البلاء الحسن في يورو السابقة. إذن تركيا تلعب ضد كرواتيا، وكرواتيا ستكون مباراة الإياب في كرواتيا، مباراة مثيرة. الفريق الموالي
Estonia. Estonia had their first participation in a playoff. Estonia هذه المرة الأولى التي يشارك فيها المنتخب الإستوني في مرحلة الملحقة. يلعبون المباراة الذهاب على أرضية ميدانهم في إستونيا. إيرلندا، Republic of إستونيا تقابل جمهورية إيرلندا. Ireland who participated in 1988 in the إيرلندا شاركت في نهائيات 1988. Okay. مباراة الذئاب تكون في إيرلندا. With the third one. Czech Republic. جمهورية التشيك التي هي مصنفة في المستوى الأول تقابل. Four Euro final round participations and they qualified for the semi-final in Portugal. سبق لهم أن تأهلوا إلى نصف النهائي في يورو الذي نظم في البرتغال. جمهورية التشيك تقابل منتخب جمهورية التشيك عفوا يقابل منتخب الجبل الأسود. الفريقان الآخرين أو لنتعرف على المنتخبين الأخيرين. بوسنيا هرتسغوفينا. البوسنة and Herzegovina playing at home their first match. المنتخب البوسنة. And they should play. Let's see if it's correct. Otherwise, we start again. بورتغاليا لا بد أن نعرف أنه إذا حتما سيكون البرتغال. والبرتغال مصنف في المستوى الأول والبوسنة مصنفة في المستوى الثاني. ورأينا الأداء الجيد من البوسنة والبرتغال في تصفيات كأس العالم. إذا هكذا تكون نتائج القرعة. تركيا ضد كرواتيا. إستونيا تقابل جمهورية إيرلندا. جمهورية التشيك ضد مونتينيغرو. وبوسنيا تلعب ضد البرتغال. جولة الذهاب ستلعب يوم 11 و12 من نوفمبر. وعلى الاتحادات أو اتحاد الكرة الأوروبي سيعلن على مواعيد انطلاق المباريات. وعلى كل المنتخبات ان تناقش. اولا اتمنى الحظ الاوفر لكل الفرق ونشكر بونياك على حضوره ونتمنى الحظ الاوفر لكل المنتخبات التي ستخوض الملحق ونتمنى ان نرى مباريات مثيره. باسم اتحاد الاوروبي لكره القدم اريد ان اقول ان الامور تمت على احسن ما يرام. شكرا جزيلا.